قمنا في الدرس السابق باستيراد النموذج ثلاثي الأبعاد والمسمى روبوت كايل، كما قمنا أيضا باستيراد مجموعة من التحريكات لهذا النموذج، وشاهدنا كيف يمكننا ربط النموذج والتحريكات عن طريق نظام ميكانيم. وسنقوم في هذا الدرس إن شاء الله بتحديد حالات وشروط الحركة لهذا الروبوت، بحيث نحدد متى يتم تشغيل حركة المشي ومتى يتم تشغيل حركة القفز بناء على شروط معينة كما سوف نرى. ملاحظة بسيطة قبل البدء، وهي في الدرس السابق تعاملت مع نافذة الأسيت ستور. إذا لم تكن هذه النافذة ظاهرة لديك تلقائيا، فيمكنك ببساطة استدعاؤها من القائمة ويندو واختيار أسيت ستور، فتظهر لك نافذة الأسيت ستور التي عن طريقها قمنا بتحميل النموذج المسمى روبوت كايل. سأقوم بإغلاقها مرة أخرى. ربط التحريكات مع النماذج ثلاثية الأبعاد في نظام ميكانيم يتم عن طريق ملف يسمى ملف الأنيميتر، وهو ملف خاص يحتوي على متغيرات ويحتوي على حالات التحريك المختلفة، ويقوم ببناء حالات تنقل بين هذه التحريكات بناء على قيم المتغيرات التي نضيفها لهذا الكائن أو لهذا الملف. لإضافة هذا الملف المسمى أنيميتر، يمكننا أن نختار أي مجلد حيث نريد أن نضيفه، فمثلا يمكنني أن أضيفه إلى داخل المجلد روبوت كايل، بحيث أنه سيتم ربطه بهذا النموذج، أو يمكن اختيار أي مجلد آخر وأقوم بالضغط على زر الماوس الأيمن واختيار Create Animation Controller، ويمكننا أن نقوم بتسميته Third Person Animator على سبيل المثال. وعندما أقوم بالضغط المزدوج على هذا الملف، تظهر لي شاشة جديدة أو نافذة جديدة هنا، وهي نافذة الأنيميتر، وهي التي تحدد حالات التحريك وآليات التنقل بين هذه الحالات. طبعا لدي هنا على اليسار قائمتان، القائمة الأولى تسمى لايرز والقائمة الثانية تسمى باراميترز، وهي قائمة المتغيرات التي سوف نتعامل معها. والخطوة الأولى هي أن أقوم بتحديد ما هي الحركات التي أريد أن أضمنها في هذا الملف، فبالتوجه إلى المجلد أنيميشن ذكرنا أنه أننا نريد حالة الوقوف مثلا Stand Relaxed Idle، ونريد أيضا حالة القفز، وسأختار هنا تحديدا القفز أثناء الركض، وحالة الركض Run، وحالة المشي. حتى لا يكون الملف معقدا سأكتفي بهذه الحركات الأربعة، كما يمكنني تكبير الشاشة عن طريق الضغط على مفتاح Shift ومسافة، وذلك حتى نتمكن من رؤية كافة التفاصيل بوضوح. ستكون البداية في هذا الملف عادة بالحالة Entry، أي حالة البداية، ولاحظ أنه قام بربط هذه الحالة تلقائيا بالحركة التي أضفتها أولا، وهي حركة Relaxed Idle، أي حركة الوقوف، أي أن الشخصية تقف دون أن تقوم بفعل أي شيء. فلو قمت الآن بتحديد Third Person Animator كملف تحريك لنموذج الروبوت كايل الموجود لدي هنا، وذلك بسحبه إلى الخانة
كنترولر، ومن ثم عدت إلى نافذة المشهد وقمت بالتشغيل. فسوف تلاحظ هنا أن الحركة المسمى Relaxed Idle قد تم تشغيلها مرة واحدة ومن ثم توقف التشغيل، وهي طبعا حالة قد لا نريدها هنا، ونريد أن يستمر تشغيل هذا الملف أو يستمر تشغيل هذه الحركة طالما أن الشخصية تقف. كيف أحل هذه المشكلة؟ ببساطة يمكنني الذهاب إلى ملف التحريك نفسه، ومن ثم إلى الخانة Animations كما ترى هنا، وفي الأسفل كل ما علي هو أن أختار أو أقوم باختيار المربع Loop Time بحيث يتم تكرار عملية الوقوف بشكل مستمر أثناء التشغيل، ومن ثم الضغط على Apply من أجل حفظ التغيير الذي قمت به. لو أعدت الآن التشغيل مرة أخرى، إذا ستلاحظ أن الحركة تتكرر باستمرار. لاحظ أن هناك حركة بسيطة لليدين والجسم بحيث لا تقف الشخصية جامدة تماما. إذا هذه كانت الخطوة الأولى، وهي الدخول من حالة انتري إلى التحريكة Stand Relaxed Idle، وهي تحريكة الوقوف. ويمكنني الآن أقوم بربط كل هذه التحريكات مع بعضها باستخدام المتغيرات. طبعا لو سألت نفسي ما هي المتغيرات التي ستؤثر أو التي ستنقلني من تحريكة إلى أخرى، متى أنتقل من حالة الوقوف إلى حالة المشي، ومتى أنتقل من المشي إلى الركض أو إلى القفز وهكذا، طبعا الإجابة هي أن ما ينقلني من حالة لأخرى هي سرعة حركة الشخصية. فمثلا لو تحركت الشخصية نحو الأمام بسرعة بطيئة نسبيا، فهذا يعني أنها تمشي، وبالتالي علي أن أقوم بتشغيل حركة المشي. وإذا تحركت الشخصية بسرعة أكبر، فهذا يعني أنها تركض، وبالتالي علي أن أقوم بتشغيل حركة الركض. وإذا ارتفعت الشخصية في الهواء، فهذا يعني أنها تقفز، وبالتالي أقوم بتشغيل حركة القفز في هذه الحالة. إذا باختصار شديد، لدي أنا متغيران. المتغير الأول هو سرعة حركة الشخصية نحو الأمام أو الخلف، وهي سأقوم بتسميتها مثلا Movement Z. إذا سأقوم هنا بإضافة متغير جديد من نوع Float أسميه Movement Z، أي الحركة نحو الأمام والخلف على محور الشخصية المحلي Z، أي أماما أو خلفا. ولدي أيضا الحركة العمودية للشخصية وسأسميها Movement Y، أي الحركة نحو الأعلى والأسفل سواء بالقفز أو بالسقوط نحو الأرض بعد القفز. وبناء على هذين المتغيرين سأقوم بربط كل هذه الحركات مع بعضها. مثلا لو أردت الانتقال من حالة الوقوف إلى حالة المشي، فكل ما علي هو أن أقوم بالضغط بالمؤشر الأيمن واختيار Make Transition، ومن ثم يظهر لي هذا السهم الذي يمكنني أن أضيفه إلى أي حالة من حالات التحريك، وسأختار هنا الحالة Walk، ومن ثم أختار السهم نفسه وسأصغر الشاشة لأعود إلى نافذة Inspector هنا على اليمين. لدينا هنا بعض الخصائص لعملية الانتقال من أو عملية الانتقال بين حالتي التحريك. الخيار الأول هو المربع has exit time، أي أنه وهو يعني أنه في حال انتهاء التحريكة التي انتقلت إليها، فهل يجب أن يعود تلقائياً للتحريكة السابقة؟ طبعاً في هذه الحالة لا أريد هذا الخيار، بل أريد أن تتحكم السرعة فقط بعملية الانتقال بين حالتي الوقوف والمشي. بالتالي لا أريد أن تكون هناك أي عودة تلقائية إلى حالة الوقوف إلا عندما تقل سرعة حركة الشخصية عن حد معين. بالتالي سأقوم الآن بإضافة
متغير جديد هنا في الأسفل في قائمة الكونديشنز، وهي الشروط التي بناء عليها يتم الانتقال من هذه الحالة إلى هذه الحالة. الشرط الذي سأضعه هنا هو أن تكون قيمة movement z أكبر من، كما ترى هنا greater، قيمة معينة، وستكون هذه القيمة فرضا 0.2 بالعشرة، أي أنها قيمة أعلى بقليل من قيمة الصفر إذا تحركت الشخصية نحو الأمام أو الخلف. فهذا يعني أن هذا الشرط هنا سيتحقق، وبالتالي ستنتقل الشخصية من حالة الوقوف إلى حالة المشي. لو أردت أن أقوم بتحديد حركة في الاتجاه المعاكس، أي بالعودة من المشي إلى الوقوف، فسأقوم بتطبيق نفس الخطوات، ولكن هذه المرة سأقول أنه إذا كانت الحركة على المحور زد أقل من 0.2، فإنني في هذه الحالة سأعود من حالة المشي إلى حالة الوقوف. لو قمت بتطبيق نفس هذا المنطق على حالات الحركة الأخرى، مثلا إذا تضاعفت السرعة على سبيل المثال، فإنني سأقوم بالانتقال من حالة المشي إلى حالة الركض، أي في هذه الحالة سأقوم باختيار الحركة على المحور زد، أو الحركة نحو الأمام والخلف، تكون أكبر من 0.4، أي ضعف سرعة المشي، وهي ستكون في هذه الحالة سرعة الركض، وبالتالي سأنتقل من حالة المشي إلى حالة الركض. وبالمقابل إذا قلت السرعة عن القيمة 0.4، فإنني في هذه الحالة سأعود مرة أخرى إلى حالة المشي. وأيضا إذا قلت أقل من ذلك بكثير، أي أقل من، إذا وصلت إلى الصفر مثلا، فإنها ستكون أقل من 0.4، ومن ثم أيضا سيتحقق الشرط الآخر، وهي أنها ستكون أقل من 0.2، وبالتالي من الركض مرورا بالمشي ستعود الشخصية إلى حالة الوقوف. بقي لدينا الآن أن نربط كل هذه الحالات الثلاث بحالة القفز، وهي الحالة جمب. وآلية الانتقال هنا ستعتمد على المتغير الآخر، وهو movement y، أي إذا كانت الحركة على المحور y أكبر من قيمة معينة، ولتكن مثلا 0.1، فإنني سأنتقل من حالة سواء الوقوف أو المشي أو الركض مباشرة إلى حالة القفز. بالتالي لو قمت بإضافة transition هنا، وقمت باختيار المتغير movement y هذه المرة، إذا كانت قيمة movement y أكبر من 0.1، فإنني سأنتقل من الوقوف إلى القفز. كذلك الأمر إذا كانت عفوا، سأقوم بحذف هذا السهم الخاطئ، إذا كانت أثناء الركض الحركة على المحور واي أكبر من 0.1، فإنني سأنتقل أيضا إلى حالة القفز. وكذلك الأمر في حالة المشي، إذا زادت السرعة عن، أو السرعة العمودية عن 0.1، فإنني سأنتقل أيضا إلى حركة القفز في هذه الحالة. يمكنك هنا أن تشغل لترى كيف تتم عملية الانتقال، يمشي ثم يقفز. بالتالي يقوم لك بعرض آلية الانتقال التي قمت بإضافتها. فمثلا هنا ننتقل من الركض إلى القفز مباشرة، أو من حالة الوقوف إلى حالة القفز. الأمر الآخر الذي علينا أيضا مراعاته هو بعد أن تنتهي الشخصية من القفز ومن ثم تسقط على الأرض مرة أخرى، أي حالة من هذه الحالات الثلاث ستعود إليها؟ ما يقرر هذا، أو ما يقرر الإجابة عن هذا السؤال، هو المتغير الأول، وهو السرعة على المحور زد. فمثلا لو كنت أريد العودة من حالة
القفز إلى حالة الركض مثلا، فإن علي أن أحقق هنا شرطين هذه المرة وليس شرطا واحدا. الشرط الأول هو أن تكون عملية القفز قد انتهت، أي أن الحركة على المحور واي أصبحت أقل من 0.1، وهو الشرط الذي اخترناه لنتعرف على حالة الوقوف، أو عفوا على حالة القفز. والشرط الآخر أن تكون الحركة على المحور زد أكبر من 0.4. كذلك الأمر بالنسبة للعودة من حالة القفز إلى حالة المشي. إذن لدينا هنا نفس الشرطين، أن تكون الحركة على المحور واي أقل من 0.1، والحركة على المحور زد هذه المرة عليها أن تكون أقل من 0.4 حتى نعود إلى حالة المشي. إذن لنعود إلى حالة الركض يجب أن تكون السرعة هنا أكبر من 0.4، ولنعود إلى حالة المشي يجب أن تكون السرعة أقل من 0.4. أما في الحالة الأخيرة وهي العودة من القفز إلى الوقوف التام، ففي هذه الحالة يجب أن يكون المتغيران سواء الحركة على المحور واي أقل من 0.1، وكذلك الأمر الحركة على المحور زد أقل من 0.1، وبالتالي نكون قد أكملنا كافة شروط الانتقال بين جميع الحالات: حالة الوقوف، حالة القفز، حالة الركض، حالة المشي. بقي أن نضيف شرطا بسيطا، وهو أنه في كثير من الحالات قد ينتقل اللاعب من حالة الوقوف إلى حالة الركض مباشرة دون المرور بحالة المشي، مثلا كأن يضغط مفتاح الركض شيفت مثلا قبل أن يبدأ في الحركة، ومن ثم يتحرك، فبالتالي تنطلق الشخصية لتركض مباشرة. للتعامل مع هذه الحالة يمكن أن نقوم بإضافة انتقال مباشر بين حالة الوقوف إلى حالة الركض، والشرط الذي سنضيفه هو أن تكون السرعة أكبر من 0.4، أي إذا كانت السرعة أكبر من 0.2 فإنها ستنتقل إلى المشي، ولكن إذا كانت أكبر من ذلك أي أكبر من 0.4 مباشرة فإنها ستنتقل إلى حالة الركض دون المرور بحالة المشي. إذن بهذا نكون قد انتهينا من بناء نظام التحكم بالحركات الخاص بالشخصية، قمنا أيضا بإضافته إلى هذه الشخصية، وبقي علينا أمر أخير هو أن نقوم بتعطيل هذا الخيار، وهو Apply Route Motion. ما يقوم به هذا الخيار هو أن يسمح للتحريكة بتغيير موقع الشخصية، أي إذا كانت التحريكة عبارة عن تحريكة ركض كما شاهدنا هنا على سبيل المثال. لاحظ أن عملية الركض نفسها تقوم بنقل الشخصية من موقعها إلى موقع آخر، وما نريده هنا هو أن يكون هذا التحكم بأيدينا، أي أن نقوم نحن بنقل الشخصية وتكون هذه التحريكات فقط من أجل أن يراها اللاعب. أما عملية النقل فستتم كما كان الحال في حالة شخصية منظور الشخص الأول، أو في نظام إدخال منظور الشخص الأول عن طريق rigid body dot move position. أيضا أمر آخر، بما أننا قمنا باستخدام تحريكات سنقوم بتكرارها باستمرار، فعلينا أن نقوم بتفعيل loop time على كل التحريكات التي استخدمناها، مثلا تحريكة المشي، تحريكة الركض، وسبق قمنا بتفعيلها على تحريكة الوقوف. بالنسبة لحالة القفز من الأفضل أن لا نقوم بتحريكها، وذلك حتى لا تتكرر عملية تبديل الساقين في الهواء أثناء السقوط، بل تعود مباشرة إلى حالة الركض أو المشي بحسب
حالة التحريك الموجودة لدينا، أي بحسب السرعة التي سيقوم بتحديدها سهم الرجوع من حالة القفز. سنرى في الدرس السابق القادم عفوا إن شاء الله كيف سنقوم بربط كل هذه المتغيرات وكل هذه التحريكات بمدخلات اللاعب عن طريق برمجة ملف التحكم بشخصية منظور الشخص الثالث.